حنين فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، تشكو إلي طريقة تعامل إخوانها وزملائها في الدراسة، تشعر بالضيق الحقيقة والحرج. أحيانا بتصير معانا واحدة من ثنتين، إما تكون متضايق من إنسان معين فأنت تتجنب أنك تحكي معه حتى لا تزعله، أو أنك أنت تواجه الآخر بطريقة قاسية ومؤلمة وهون بتصير مشاكل. نصيحتي أنك دائما عبر عن مشاعرك بطريقة الآي مسج. كيف يعني؟ لما أكون متضايق من إنسان مثلا اسمه عبد الله لأنه تصرف بطريقة مؤذية، ما بروح له وبقول أنت فعلت كذا وكذا وكذا وأخطأت بكذا، بروح له وبقول له يا عبد الله أنت إنسان بتعز علي كتير وما بحب إنه يصير بيننا سوء تفاهم. لما حدث امبارح الموضوع الفلاني أنا شعرت بالحزن وشعرت بالألم، لأنه بتوقع منك إنك تساعدني إني أفعل كذا كذا كذا. يا ريت تساعدني يا عبد الله المرات الجاي عشان ما نتعرض لموقف زي هيك. شوف الطريقة، أولا أكدت على معزتك ومحبتك للشخص اللي قدامك. ثاني شيء تحدث عن مشاعرك أنت ولن تؤشر على الطرف الآخر، ثم طلب منه مساعدة. يمكن بالعكس تعرض عليه مساعدة وتقول له إيش ممكن أساعدك للمرة الجاي عشان ما نتعرض لموقف آخر. بهذه الطريقة الشخص اللي قدامك يفترض أنه يشعر أنه هو صديقك ومعك، ما يشعر أنه هو ند مقابلك. طريقة تعبيرك عن مشاعرك الحقيقة تساعد أنك توصل للطرف الآخر بطريقة آمنة وسليمة.